أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت والسلع العالمية، والبداية بأبرز العناوين. البورصة المصرية ترتفع بدعم تصريحات إيجابية للرئيس السيسي. تبين مؤشرات أسواق المال العربية نهاية تعاملات الاثنين. النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف بشأن الإمدادات الروسية. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 978 مليون جنيها. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة بلغت 1% فاصل 22، يغلق عند مستوى 14560 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 نسبة بلغت 1% فاصل 67، ليغلق عند مستوى 2749 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 2%، ليغلق عند مستوى 4075 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة BLC بنسبة 20%، ليغلق عند 25 جنيها. يلي سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية بنسبة 8.54، ليغلق عند 2.16. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة البويات والصناعات الكيماوية بنسبة 8.54، ليغلق عند 28 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 4.11، ليغلق عند 34 جنيها. وفي سياق متصل، كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إمكانية طرح شركة قناة السويس في البورصة للمصريين فقط. وذكر السيسي خلال فعاليات افتتاح مصنعين اليوم أنه إذا تم طرح شركة قناة السويس كسهم في البورصة سيكون للمصريين فقط. فيما ذكر السيسي أن البنوك المصرية ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن كافة السلع المتكدسة في الموانئ جراء شح العملة الصعبة منذ مطلع العام. وننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 0.55% عند مستوى 10245 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.32 مليار. ومن أصل 65 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة وبقيت 15 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة رأس الخيمة للدواجن بنسبة 14.6%، ليغلق عند 1.57. بينما ارتفع سهم أرام بنسبة 11.68%، ليغلق عند 2.20. كما أغلق سهم صناعات أسمنت الفجيرة مرتفعا بنسبة 11.16%، ليغلق عند 0.47. بينما انخفض سهم شركة الخليج الاستثمارية بنسبة 9.8%، ليغلق عند 0.92. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا بنسبة بلغت 0.31% عند مستوى 3326 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 123 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة وبقيت 4 شركات على ثبات.
وارتفع سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 13% ليغلق عند 0.59 درهم. كما ارتفع سهم شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بنسبة 11.11 ليغلق عند درهم فاصل 50. وأيضا ارتفع سهم شركة الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 3.88 ليغلق عند 0.56 درهم. بينما أغلق سهم شركة الوطنية للتأمينات العامة منخفضا بنسبة 9.83 عند 3.21. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية ينضم إلينا عبر الهاتف من دولة الإمارات الأستاذ جمال عجاج محلل أسواق المال. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا بك يا مرحبا. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ جمال، يعني بورصة أبوظبي شهدت اليوم انخفاضا في الأداء، ما تحليلك لأداء الجلسة وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ يعني من الملاحظ أن أسواق الأسهم في دولة الإمارات لاحظنا منذ حوالي أكثر من أسبوع تقريبا تمر في حالة من الهدوء النسبي، وهذا الحقيقة وضع يعني لم نعتاد عليه في مثل هذا الوقت من كل سنة. فعادة آخر السنة تكون هناك الأسواق نشطة، نرى تحسن في الأسعار وأحجام التداول، ولكن أتوقع أن حالة الترقب لنتائج الشركات و نسبة التوزيعات المتوقعة هي أدت إلى نوع من الهدوء الذي نراه الآن في الأسواق المحلية. أيضا أتوقع وجود عطلة نهاية العام للمحافظ الأجنبية كان لها أثر واضح في أداء سوق الأسهم، حيث لاحظنا يعني تراجع الاستثمار الأجنبي بشكل واضح خلال الفترة الماضية. وهذا الأمر أتوقع لن يستمر طويلا، نأمل أن تعود السوق لنشاطها خلال الفترة المقبلة، يعني مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم نأمل أن تكون أداء الأسواق أنشط مما نراه الآن. نعم، انتقل مع حضرتك لسوق دبي الذي أغلق مرتفعا، ما تقييمك؟ لا شك سوق دبي يعني في الفترة الأخيرة لاحظنا ارتفاعات في بعض الأسهم مثل سهم إعمار وأسهم قطاع البنوك، خاصة سهم بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني الذين يشكلون حوالي 30% من قيمة المؤشر، أدى إلى تحسن سوق دبي بنسبة طفيفة، ولكن بقية الأسهم الأخرى بقيت يعني دون المستويات التي سجلتها خلال حوالي أسبوعين، وأيضا أحجام التداول ما زالت تعتبر متواضعة مقارنة بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق. نعم. أستاذ جمال، يعني بالنظر للأوضاع العالمية والإقليمية، ما توقعاتك لأداء أسواق المال الإماراتية في العام المقبل؟ يعني أتوقع وجود حالة من ظهور نتائج مبدئية أو وجود بعض الأخبار غير يعني المتحقق منها من نتائج جيدة للشركات، أتوقع هذا الأمر سوف ينعكس إيجابا على أداء سوق الأسهم، ولكن نرى أن ضغط سعر الفائدة البنكية وارتفاعها خلال الفترات الماضية وجود توقعات بارتفاعات أخرى ممكن أن تشكل عائق أمام هذا التحسن الذي ممكن أن تشهده الأسواق، فهذا الأمر أتوقع سيكون له نوع من التأثير، ولكن بشكل عام أتوقع بداية العام القادم سنرى حالة من التحسن في أداء السوق، ونرى ممكن تكون أحجام أفضل ما نراها في هذا الوقت. نعم. أستاذ جمال، سؤال يشغل كثيرين لا سيما من المستثمرين خارج دول الخليج العربي، هل أداء أسواق المال الخليجية لا يزال مرتبطا بشكل كبير بأسعار الطاقة؟ أتوقع في دولة الإمارات الاقتصاد الإماراتي أخذ منذ حوالي 5 إلى أكثر من ذلك بالقليل بالاعتماد على مصادر أخرى في دخل الدولة، وخاصة في إمارة دبي على دخول أخرى مثل الصناعات وإعادة التجارة وإعادة التصدير والسياحة والخدمات. هذا الأمر أتوقع كان له دور جيد في المحافظة على نمو الاقتصاد في دولة الإمارات بالرغم من تراجع أسعار النفط خلال الفترات الماضية، ولكن لا شك أن يعني عنصر يعني أسعار الطاقة لا زالت تشكل العنصر الرئيسي في نمو الدخل في دولة الإمارات، ولكن هذا الأمر أتوقع سيكون له آخر خلال الفترة القادمة مع تطور ونمو القطاعات الأخرى التي ساهمت بشكل واضح خلال الفترات الماضية في نمو الدخل في دولة الإمارات. نعم، نشكر من دولة الإمارات الأستاذ جمال عجاج محلل أسواق المال على مشاركته معنا. وعلى مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على انخفاض بنسبة طفيفة بلغت 0.6% عند مستوى 10228 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال فاصل 921 مليون.
وجاء سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.24% يغلق عند 180 ريالاً. تلا سهم شركة التنمية الغذائية بنسبة 5.77% يغلق عند 121 ريالاً. كما ارتفع سهم شركة القصيم القابضة للاستثمار بنسبة 5.44% عند 18.98 ريالاً. بينما تصدر سهم شركة المشروعات السياحية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.65% عند 14 ريالاً. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 0.67% عند مستوى 8028 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 26 مليون دينارا. وجاء سهم شركة بنك برقان في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.83% يغلق عند 0.21 دينار. تلا سهم الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 2.36% يغلق عند 0.21 دينار. تلا سهم شركة يوم سوفت القابضة بنسبة 1.59% يغلق عند 3.45 دينار. بينما تصدر سهم شركة المباني عامة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغت 0.83% يغلق عند 0.83 دينار. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وكذلك العملات الرقمية، وتواصل أسعار النفط ارتفاعها ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 84.50 دولاراً للبرميل الواحد. ويأتي ذلك وسط مخاوف متعلقة بشأن الإمدادات الروسية بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.60% عند 1806 دولارات للأوقية. وصعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين لتواصل ارتفاعها منذ أيام بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة في الولايات المتحدة. على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 0.10% لتغلق عند مستوى 16844 دولارا. ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات اليوم مع ترقب البيانات الأمريكية التي قد توفر المزيد من الدلائل على مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة. وختاما نشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم ريهام الدويك، دمتم في أمان الله.